معانا تقرير عن معركة مهمة جدا، وهي معركة عيون موسى. هنشوفها ونرجع نكمل مع حضراتكم تكريمنا لأبطال حرب أكتوبر. معركة عيون موسى. تقع النقطة الحصنة عيون موسى على مقربة من منطقة آبار عيون موسى، أحد المواقع التي استخدمها العدو قبل حرب أكتوبر 73 وسيطر من خلالها على الجزء الشمالي من خليج السويس. ولكن في 9 أكتوبر عام 73 استطاعت قواتنا المسلحة الاستيلاء على هذا الموقع الاستراتيجي الهام، وسمي الموقع بالنقطة الحصينة لأنه كان محاطاً بثلاثة مستويات من التحصين بالألغام المضادة للأفراد والدبابات. ونجحت الكتيبة 19 مشاة بقيادة العميد يوسف عفيفي في السيطرة على المواقع الحصينة بعيون موسى، ودمرت المدافع الستة الموجهة نحو السويس وبور فؤاد وخليج السويس.